اهلا وسهلا فيكم بصالوني. بنات كلنا عارفين انه اي بيوتي روتين ببلش ببشرة ناعمة، فمشان كده بستخدم شرائح الشمعية من فيت. عن جد سهل وكتير عملي، راح تحصلي على بشرة كتير ناعمة وكتير رطبة لمدة 28 يوم. وهذه كانت جولة بصالون الكتكوت، اتمنى يعجبكم يا رب. وانتي كمان صار فيك تشاركينا صور صالونك عبر الهاشتاج فيت صالوني، وخلونا نسوي من كل بيت صالون مع فيت.